وانا خارج من المغسله جاء احد الشباب من شباب مكه طالع فيه وقال يا مطوع بكره عيد وبكره سكر. قال يا مطوع بكره عيد وبكره سكر. قلت اسال الله لك الهدايه. سمع الله جل في علاه. خرج الشاب وروح زي وزي غيره. والله بعد 3 ساعات قالوا جاء اتصال قال جهز الكفن والسدر والماء تأتيكم جنازة. بعد 3 ساعات جاءت الجنازة. والله يا اخوان اتى الشاب منقسم نصين. الرجل اللي تحت يغسلون شباب 2 من الشباب والقسم اللي الاعلى يغسلون 2 من الشباب. يا اخوان الله جل في علاه سمعه. الله جل في علاه سمعه. لما نوى ان يعصي الله جل في علاه يوم الاثنين قال اتصال سلام عليكم الشيخ عبد الرحمن. قلت نعم. قال يا شيخ تكفى الحق اخوي. يا شيخ تكفى الحق اخوي. قلت اشبه. قال يا شيخ ابويا مات. ابويا سلام عليكم. وإذ بمرأة كبيرة في السن. يا شيخ أسألك بالله الآن تجينا. يا والد إيش فيك؟ قالت يا شيخ الله يرضى عليك أرجوك الآن تجينا. ولدي كلمك يوم الاثنين على أخوه. يا شيخ ما عاد نقدر نستحمله. يا شيخ صار يضربني وسبني. قلت أبشر يا والد نجيك الآن. وين محلي؟ قالت أنا في الحارة الفلانية أعرفها. أخذت واحد من الشباب ورحت. الشاب ابغى ارسل لك رساله يا الغالي. ان السعاده ما في الماء. ان السعاده مو انك تطلع سياره اغلى السيارات. ان السعاده مو انك تسكن افضل البيوت. ان السعاده مو انك تلبس افضل الماركات. والله السعاده مع الله جل في علاه. السعاده انك تسلك طريق الله. تسلك الاستقامه. تسلك الطاعه. لان أخو عبد الله اللي يسكر. سلام عليكم الشيخ. قلت نعم. قال يا شيخ امشي وراي. أخو عبد الله يا إخوان معاه لقزز 2010 فول كامل. مشيت وراه من بيت البيت ومن حارة الحارة لين وقفنا أمام البيت. البيت فيلا من أفضل البيوت وأغلاها. وجنب الفيلا لقزز ثانية 2010 حقت عبد الله. دخلنا البيت من غرفة لغرفة قابلنا عبد الله. عبد الله يا اخوان قابلناه سكران. سكران. اول ما شافنا حط العمامة وقال انا بخرج ابروح. يا عبد الله تكفى. جيناك زايرين. جينا احبك. سلمت على راسه. يا عبد الله تكفى 5 دقائق اجلس معانا. قال ابروح. بالمحبة بالكلام الطيب جلس. عبد الله معاه خويه. اللي يحبه لكن ما يحبه لله يحبه لغير الله. عبد الله مع اخوي عمره 28 سنة الحمد لله على العافية. عبد الله عندما شفت الشاب الافدق اللي معاه قلت لاخوه صرف هذا. صرف هذا خليه يروح. خليه يروح في مسرح نفسه. بعض الشباب يا اخوان يجلس مع ناس الله جل في علاه. روح الشاب. جلست مع عبد الله. اثناء مكالمتي مع عبد الله اتت امه العجوز بالباكوره. تبي تشوف الشيخ عبد الرحمن؟ تبي تشوف على الخير؟ والله يا اخوان قام عبد الله وامه
في راس امه لكن جات في الجدر اللي خلف امه. يقول لامه، يقول لامه: يا كلبه يا حماره انقلعي من هنا. يا الله، امك اللي ربتك، امك اللي تحبك، امك اللي سارت من اجلك، امك يا الغالي. والله لو ما بريت بها، والله لو ما بريت بها من الطائف.